أبلغ به أو ما صرح به الأخ بليغ مراسلكم هو صحيح، بأن في هذه الأزمات في هذه الأمور نرى دائما تصعيد قبل الوصول إلى هدنة أو الاتفاق على هدنة. معلوماتي تقول بأن الاتصالات مع الطرف الفلسطيني على مستوى عالي وباتجاهات مختلفة، أي أن العديد من الدول والعديد من الدبلوماسيين يتواصلون مع فصائل عديدة فلسطينية للوصول إلى تهدئة نوعا ما. في إسرائيل كذلك الحال، ولكن نعرف بأننا وصلنا إلى شبه طريق مسدود بأن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة طويلة، أي أننا سنكون أمام وقف إطلاق لفترة زمنية معينة. هذا بدون اتفاق، بدون تعهدات، لأن الطرفين لم يصلوا إلى أهدافهم. الفصائل الفلسطينية، وهذا صحيح، تعبير صحيح بأن الحرب التي نراها، الحرب على غزة، العدوان على غزة، يقف أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقف الفصائل الوطنية الفلسطينية جميعها، من حماس إلى الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية وفتح أيضا، أي أن الشعب الفلسطيني بجميع فصائله يقف أمام العدوان ويدافع عن أهل غزة أمام هذا العدوان. دكتور رائف، يعني وأنت أستاذ في العلاقات الدولية، لابد من التطرق يعني إلى نقطة هامة جدا، ألا وهي كما تسمع يعني وتشاهد وأيضا وتقرأ التصريحات من قبل وزراء الخارجية، وزراء خارجيات الدول الأوروبية، يعني هيكو ماس في إسرائيل يقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، فرنسا تؤكد ذلك، ألمانيا أيضا تؤكد ذلك، وموقف الولايات المتحدة. كيف يمكن تفسير المواقف الدولية الداعمة لإسرائيل بهذه المرحلة؟ يعني هذا أكثر من تخاذل وأكثر من تدوير للحقائق. على الأقل أنا أعرف السيد ماس، هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني شخصيا، وكما تعرف بأنني عملت لفترة طويلة مستشارا سياسيا في ألمانيا وأوروبا وأعرف سياسة الأوروبيين. هذا ما يقومه السيد ماس هو من أضعف وزراء الخارجية أو أضعف السياسيين في ألمانيا منذ أكثر من 20 عام، ولكن هو ليس بعيدا من حيث المواقف من المستشارة الألمانية ميركل، يعني هي أيضا أكدت ذلك وشهدنا ما كان من مواقف ألمانية في مثل هذه المرحلة. كيف تقرأ وتفسر أيضا المواقف الألمانية؟ المواقف الألمانية هي لم تتغير على مدار سنين طويلة، لم تتغير، بقيت كما هي، وصعدت بقدوم ميركل. كان هذا تصعيد باتجاه دعم إسرائيل، دعم لا محدود، أي أن أصبحت إسرائيل وأمن إسرائيل جزء من الأمن القومي الألماني دون أن يحدد كيف يتم التعبير عن هذا الأمن القومي الألماني. ألمانيا تدعم إسرائيل في معدات حربية، في غواصات نووية وأمور أخرى، وماس الوزير الخارجية الألماني ماس يمشي في هذا المسار، وهنالك لا خلاف بألمانيا بين حزب وحزب، أي من حزب الخضر إلى حزب حتى اليسار والحزب المسيحي الديمقراطي والاشتراك الديمقراطي، كلهم في هذا. لكن هنالك أمر لا يعيه الإعلام هنا والآخرون، بأن هنالك فرق شاسع بين الشارع الألماني والشارع الأوروبي والسياسة الرسمية الألمانية، وهذا أمر يجب أن ننتبه إليه. نعم، عذرا منك دكتور رائف حسين، ابقى معي، أريد أن أتحول إلى الناشط السياسي مراد حداد، والذي ينضم إلي من مدينة شفا عمرو. مرحبا بك مراد. بداية، الشرطة الإسرائيلية تقوم بحملة اعتقالات موسعة، وأيضا قدمت المحكمة والنيابة العامة في إسرائيل لوائح اتهام ضد العشرات من الشبان العرب. كيف تقرؤون هذه الخطوات وإلى ماذا تهدف تحديدا في مثل هذه الظروف؟ يعني واضح أن شرطة إسرائيل تقوم الآن بما يسمى بالاعتقالات الإدارية، يعني هناك ليست هناك تهم كما نعهدها في السابق، هي تهم، هي كلها تلفيق ملفات وخياطة ملفات للشباب العرب الذين اشتركوا في المظاهرات السلمية التي عبرت عن غضبهم باجتياح الأقصى والشيخ جراح. وتقوم شرطة إسرائيل بوضع ملفات كلها ملفات واهية، وليست كما كان في السابق
كما نعهدها في مظاهرات سابقة، لكنها تقوم اليوم بعشرات بل بمئات الاعتقالات وتأتي إلى المحكمة دون أي دليل ملموس على أي من الشباب، وتأتي المحكمة وتعطيهم أيامات وأسابيع. يعني بعض الشباب هنا عشرات الأيام موجودة في الاعتقالات منذ بداية الاحتجاجات، شباب جيل 18-19 سنة، فيش أي تهمة غير إن كانوا مشاركين في مظاهرات، وهذا حق لنا أن نعبر عن غضبنا على ما جرى في الشيخ جراح وفي القدس وفي غزة. نحن أبناء شعب واحد، نحن أبناء الشعب الفلسطيني، هذا يوجعنا، هذا يؤلمنا ما يجري، ويمنعوننا من التظاهر والتواجد في ساحات المحاكم. تقوم الشرطة الآن بتقديم لوائح اتهام لعشرات الشباب بدون أي ذنب، هذا يذكر بأيامات الحكم العسكري للشباب الفلسطيني في الداخل، لكن هيهات الشباب صمت، الشباب عارف ماذا يريد، الشباب لم يعترف بأي شيء. مراد، السؤال المطروح يعني في هذه المرحلة، اليوم هناك جنازة في مدينة أم الفحم، وأيضا يعني ما نشهده أيضا في القرى والمدن العربية من احتجاجات واشتباكات اعتقالات من الشرطة الإسرائيلية، يعني هناك أيضا من يتهم القيادة العربية بالتحريض كما يقولون، وهناك من يقول بأن يعني الأمور تتجه نحو التصعيد، إلى أين تتجه الأمور؟ يعني أنا بفكر أنتم كإعلام ممكن تشوفوا وتشاهدوا أن التحريض الوحيد الموجود هو من الإعلام الإسرائيلي والسياسيين الإسرائيليين، من بيبي نتنياهو وبن كفير وكل هذه الزمرة تحرض على الجمهورية العربية، تحرض على الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة وفي الداخل. التحريض الوحيد والعنف الوحيد هو عنف الشرطة، وتحريض هو تحريض المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها. يعني حتى الإعلام تحول لذراع للتحريض للأمن الإسرائيلي ومراهقة الشباب. القيادة الإسرائيلية، القيادة الفلسطينية في الداخل تحاول أن تتواصل وأن تلتحم مع شعبها، وهذا واجبها الوطني، واجبها الأخلاقي، واجبها الإنساني. بسؤال أخير مراد، يعني قبل الأحداث الأخيرة كان هناك حديث في إسرائيل عن التعايش وأيضا دور العرب في الحراك السياسي في الحكومة الإسرائيلية، هل سقطت كافة الأوراق؟ دعنا نقول ونحن أمام، أو يعني دعنا نقول إسرائيل لا تزال حتى هذه اللحظة أمام تشكيل حكومة جديدة، هل تغيرت الأمور بعد هذه الأحداث؟ يعني هذا الكلام كان يخدم بيبي نتنياهو في مرحلة ما، حاول أن يعتمد على بعض أصوات العرب المتصهينين والذين يريدون الدخول لحكومته لإنقاذ نفسه من المحاكمة، لكن عندما سقط هذا الوهم رجع بيبي نتنياهو لبيبي، هو تحول لأبو يئير لأكم من يوم، وعاد ليكون بيبي نتنياهو المحرض الأكبر على العرب وعلى الفلسطينيين في الداخل.